برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا النهاردة أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. صباح الخير يا أستاذ رفعت. صباح الخير، أهلا بيك. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة، ومصر كلها طيبة، وربنا يوفانا جميعا دايما، وتبقى مصر في أحسن حال يا رب. خليني ابدا حضرتك على طول يا استاذ، مع حضرتك على طول يا استاذ رفعت، يعني عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومعانا منشط من جريده المصري اليوم: السيسي يوجه الجيش باستمرار اعلى درجات الجاهزيه والاستعداد القتالي. تفاصيل الخبر بتقول: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع قائد الجيش الثاني الميداني ورئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ورئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه. وقال السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه إن الرئيس وجه بالاستمرار في الحفاظ على الكفاءة وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل عناصر القوات المسلحة لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح. رؤية حضرتك يا أستاذ رفعت لهذا الاجتماع وأهميته في هذا التوقيت؟ طبعا يعني أهميته في هذا التوقيت زي ما حضرتك أشرت، نظرا لطبيعة المخاطر التي تتعرض لها مصر على مختلف حدودها، سواء الحدود الغربية أو الشرقية أو الشمالية. بلا شك هنا ده كان مدعاه إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما لقواتنا المسلحة ولقادة قواتنا المسلحة أن يكونوا على أعلى درجة من الجاهزية لمواجهة أي مخاطر طارئة. نتابع حاليا جميعا ما يحدث على الحدود الغربية بالتحديد، وهنا في ليبيا، وكم كبير من المرتزقة التي تأتي بهم تركيا وحكومة السراج في ليبيا لمحاولة زعزعة الاستقرار في هذه الدولة، وبالتالي تهدد حدودنا الغربية. وبلا شك موقف مصر هنا واضح، ووجهت إلى أن أي اقتراب من منطقة سرت والجفرة، ودي بالمناسبة تكاد تكون في منتصف ليبيا، أي اقتراب من هذه المناطق يعتبر خط أحمر ولا بد مصر تتدخل. وهنا أخذت موافقة البرلمان الليبي وكذلك زعماء القبائل الليبية ممثلين للشعب الليبي، لأن هنا سيكون هناك تهديد للأمن القومي المصري. فبلا شك أن تكون قواتنا المسلحة جاهزة على أعلى درجة من الاستعداد لمواجهة مثل هذه المخاطر بلا شك من الأهمية بمكان، وتوكيد وتأكيد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة القوات المسلحة جميعا وفي مقدمتهم قادة الجيش الميداني الثاني، بلا شك من الأهمية بمكان في هذا التوقيت. طيب خلينا نروح مع حضرتك لمنشط آخر معانا من جريدة اليوم السابع. وطبعا تابعنا امبارح اجتماع الحكومة، الحكومة تعلن عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري، وتطبيق اختبار البي سي آر على جميع القادمين من الخارج بداية من 1 سبتمبر، وتوفير 2.5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية. عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور العديد من الوزراء، وقال رئيس الوزراء أنه تمت مراجعة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم التأكيد على الاستمرار في توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية خلال المرحلة المقبلة. كمان دار نقاش هام، واتخذنا قرارات فيما يخص توفير 2.5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية. وأضاف مدبولي أنه اعتبارا من 1 سبتمبر سيتم تطبيق الاختبار الخاص بالقادمين بي سي آر على جميع القادمين من الخارج، لأننا استعرضنا كل الإجراءات التي تمت والعديد من الدول بها أعداد متزايدة، ونحن حريصون على تأمين صحة القادمين والمواطنين المصريين. يعني خليني أمشي مع حضرتك شوية نقطة نقطة كده ونتكلم فيها بشكل تفصيلي مع حضرتك. بداية عودة أو إعلان الحكومة لعودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري، ورؤية حضرتك لهذا القرار.
شوف حضرتك، مصر تعتبر من أكثر دول العالم في الاهتمام بمواجهة فيروس كورونا والآثار المترتبة عليه، وهذا الفيروس الذي أصاب معظم دول العالم وسبب حالات وفاة كثيرة وكم إصابات كبير جدا، وطبعا كما نعلم لا علاج له حتى الآن، والعالم كله يتسابق من أجل الوصول إلى لقاح له ثم إلى علاج. بلا شك من الأهمية بمكان تقليل التجمعات بين المواطنين لتقليل حجم الإصابة، ومن مظاهر التجمعات دي التي ممكن أن تعرض كثير من المتواجدين فيها المساجد والكنائس، دور العبادة بشكل عام، المدارس، الجامعات، المولات وخلافه. بدأت مصر تتخذ من الإجراءات الاحترازية الشديدة وتقليل التباعد في كل هذه الأماكن، وقررت وقف الدراسة بدءا من يوم 15 مارس الماضي كما تابعنا في كل المدارس والجامعات، وأيضا توقفت عملية الصلاة في المساجد. لكن عندما بدأت تتوارى نسبة الإصابة على المستوى القومي مع الإجراءات الاحترازية اللي مصر خدتها وكل الإجراءات الصحية التي تتبعها، هنا بدأ لابد العودة إلى الحياة طبعاً بس بالتدريج، نجرب مع استمرار الإجراءات الاحترازية. فهنا هنبدأ في العودة لصلاة الجمعة في المساجد الكبرى أولا ونتابع، فإذا لا قدر الله حصل نوع من عودة الانتشار أو زيادة نسبة الإصابة هنرجع للإجراءات الاحترازية والتضييق على التجمعات، ودي عملتها كثير من الدول الأوروبية الآن. نفس القصة بالنسبة لموضوع العودة للدراسة في الجامعات في العام الدراسي الجديد إن شاء الله، سواء في المدارس أو جامعات يوم 17 أكتوبر. صحيح. هتبقى هناك إجراءات احترازية شديدة من خلال تجمعات من الطلاب في شكل مجموعات صغيرة لا تزيد عن 100 طالب في المدرجات الجامعية، ومن هنا تكون الدراسة مستمرة من الصبح لحد الساعة 8 مساء بعد ما أنا أقسم الطلاب. وكذلك نفس النظام بالنسبة للمدارس سواء في مراحل التعليم الأولى أو مراحل التعليم الثانوي، حتى إن الوجه ذلك لابد تفرض علينا بقى إن احنا نشوف نظام تعليمي جديد نلجأ له، هو التعليم عن بعد، عشان يكون عدد الأيام التي يتواجد فيها الطلاب والتلاميذ في المدارس والجامعات قليلة، واستكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد. موضوع اللقاحات حتى الآن لم يحسم بشكل نهائي الموافقة على لقاح معين من الذي أعلن سواء في روسيا على سبيل المثال أو غيره، لأن هناك محاولات لإنتاج ما يقرب من 170 لقاح حتى الآن. إنما عندما يقر لقاح معين بشكل رسمي من الجهات العالمية المختصة بأن هذا اللقاح آمن وسليم، مصر ستسارع بالتعاقد على استيراد أكبر كمية من هذه اللقاحات وبدء استخدامها أو طرحها بالنسبة للمواطنين. وبالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تتخذها الدولة، لأن من المؤشرات اللي بتقول إن هذا الفيروس قد يأخذ بعض الوقت لحين التمكن من القضاء عليه، قد يمتد إلى عدة شهور كما قال الدكتور خالد غفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد يمتد إلى نهاية العام القادم. ولهذا دائما توجه الدولة حتى الآن جميع المواطنين بعدم التساهل في عدم اتباع الإجراءات الاحترازية. صحيح. نستمر في هذه الإجراءات حتى نقي نفسنا أولا ونقي أعزائنا اللي حوالينا ثانيا ونقي كل من نلتقي بهم من خطر الإصابة بهذا الفيروس اللعين. طب من ضمن كمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الاجتماع بالأمس، كان في قرار بتطبيق اختبار البي سي آر على جميع القادمين من الخارج، وده القادمين من الخارج، القادمين من الخارج بداية من 1 سبتمبر.
بالضبط، على اساس ان حضرتك هنا زي ما انا اشرت في بدايه كلامي للاسف بدا ما يشبه الموجه الثانيه في معظم الدول الاوروبيه على سبيل المثال وكثير من الدول الاخرى، فبدات نسب الاصابه تزيد مره اخرى بعد ان كانت قد تراجعت. ولهذا اي حد جاي من بره لابد يكون عامل بي سي ار قبل 72 ساعه من وصوله الى مصر. وحتى وفي المناطق السياحيه اذا وصل اليه عندما يدخل الى داخل البلاد لابد من استمرار الكشف عليه ودرجه حرارته اولا، حتى لا يكون اثناء تواجده حتى في المنطقه السياحيه قد يكون أصيب، وبالتالي تحركه في داخل مصر في المناطق السياحية الأخرى زي الأقصر زي أسوان زي القاهرة لابد أن نؤمنه أولا ونؤمن جميع الوطنين أنه ليس هناك أي إصابة موجودة. فدي إجراءات احترازية جيدة. الدولة بصراحة يعني أنا أحيي الدولة على المستوى الرسمي وكل أجهزتها القائمة على الرعاية الصحية في مصر باتباع هذه الإجراءات الاحترازية والاهتمام بها وترشيد المواطنين دائما أو إرشاد المواطنين دائما إلى مثل هذه الإجراءات الاحترازية وضرورة الالتزام بها، ومن هنا نؤمن بلادنا من أي قادم إلى الخارج بالإضافة إلى التأمين في الداخل بالإجراءات الاحترازية التي نتبعها ونستمر فيها في كل مكان نتحرك فيه. يعني استكمالا لهذا المنشط واستكمالا لكلام حضرتك، منشط اخر خاص باجتماع الحكومه بالامس، الحكومه بتستعرض الاجراءات والتدابير اللازمه لعوده الدراسه، دليل استرشادي لمكافحه الامراض المعديه وكورونا، وانشاء غرفه عمليات مركزيه للمتابعه. وزيره الصحه كان ليها تصريح بتقول نسب الشفاء للمرضى المحجوزين بمستشفيات العزل 89.3%. طبعا تراجعت نسبة الإصابة بشكل كبير جدا، زادت نسبة الشفاء. المستشفيات العزل اللي احنا كنا مجهزينها لمواجهة مثل هذه الحالات بعد أن كادت أنها تمتلئ بأعداد المصابين طوال الشهور الماضية، الحمد لله كثير من المستشفيات دي ما عادش فيه مرضى أو مصابين بيذهبوا إليها. زي ما انا اشرت في موضوع الدراسه سواء في المدارس او الجامعات، لان دي اكبر تجمعات بشريه ومستمره بين الطلاب وبين التلاميذ، بلا شك استمرار هذه الاجراءات مهم جدا، والتباعد الاجتماعي ما بين الطلاب، ودي ثقافه مجتمعيه بدات الناس تهتم، يمكن فيه كان كثير منهم مش واخد الامور بجديه واهتمام، لكن عندما نحن جميعا على المستوى القومي شفنا حجم الإصابات كان عندنا بيتزايد وحجم وعدد حالات الوفاة بيتزايد، بدأنا فعلا نشعر بالخطر الشديد وبدأنا نلتزم بالإجراءات الاحترازية. ولهذا أتمنى من كل السادة المشاهدين دلوقتي إن هم يواظبوا على هذه الإجراءات الاحترازية حتى نمر من هذه الجائحة التي لم نشهدها قبل ذلك في يوم من الأيام. صحيح. طيب احنا لسه مع نشاط الحكومة بالأمس أستاذ رفعت، يعني معانا منشط من جريدة الأهرام، مدبولي يكلف بسرعة التفاوض مع المستثمرين الراغبين في العمل بمشروعات المياه والصرف. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة ملفات مياه الشرب والصرف الصحي، حضرة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الرؤية المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء التحديات التي نواجهها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك اهتماما حاليا من القطاع الخاص بضخ استثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في مشروعات تحلية مياه البحر، وهذا يتطلب منا دراسة هذه العروض. رؤية حضرتك لهذا الاجتماع؟ طبعا الموضوع مهم جدا وخطير جدا، كلنا بنعيش دلوقتي احنا عارفين حضرتك أزمة المية وأزمة سد النهضة والكم اللي احنا بنستهلكه من المية دلوقتي والنسبة المخصصة لنا في مياه نهر النيل واللي هي حوالي 55.5 مليار متر مكعب، لكن بعد بناء سد النهضة في إثيوبيا إذا لم تتخذ الإجراءات من جانب الدولة عندنا لمواجهة احتمالية نقص مياه النيل
اللي احنا بنستخدمها سواء بالنسبة للزراعة بالنسبة للمياه الشرب، بلا شك هيكون هناك تأثير سلبي علينا بشكل كبير جدا. من هنا بدأت الدولة تهتم منذ عدة سنوات بالاستثمار في مجال تحلية المية وترشيد استهلاك المية واستخدام طرق ري حديثة أيضا عشان نوفر كميات مية بالنسبة للزراعة. المياه الشرب نكاد نكون الحمد لله بالنسبة للمحافظات وخاصة القرى احنا مغطينها تماما دلوقتي، نكاد يكون لا يوجد قرية ولا كفر ولا نج ليس فيها مياه شرب. لكن بالنسبة للمياه اللي بالنسبة للصرف الصحي اعتقد هناك تغطية حوالي 35% من القرى فيها شبكات صرف صحي بس. اذا نحتاج استثمارات ضخمة جدا في مجال الصرف الصحي عشان ننشئ مواسير الصرف الصحي ومحطات الصرف الصحي في القرى والنجوع المختلف. هنا بدأت الدولة تشجع القطاع الخاص سواء بالنسبة لتحلية المياه البحر عشان نوفر مياه أكتر، لأن احنا بالمناسبة احنا عندنا فقر مائي، لأن إذا كنا بنستهلك أو مخصص لنا من حصة نهر النيل 55.5 مليار، احنا وصل استهلاكنا دلوقتي ما يقرب من 90 مليار متر مكعب. احنا بنعوضهم من خلال المياه الجوفية، من خلال إعادة تدوير المية مرة أخرى بخلط المياه الصرف الزراعي مع مياه النيل بشكل مباشر عشان نوفر مية في الزراعة، من تحلية مياه البحر، لأن مع زيادة عدد السكان وزيادة مساحات الزراعية والاستخدامات المياه بدأ دلوقتي نعاني من شح مياه. فبال حضرتك إذا قدر الله وحصل نوع من النقصان من مياه نهر النيل القادمة إلينا من أثيوبيا بسبب بناء السد العالي، الدولة هنا لما تشجع الاستثمار في مجال المياه والصرف الصحي طبعا رؤية مستقبلية جيدة جدا، وهتبدأ تتيح للقطاع الخاص أن ينشئ محطات لتحلية المياه ومحطات مياه شرب، وتاخد المياه بالتكلفة الحقيقية لهذه المياه ثم تبيعها للجمهور بتكلفة معقولة، عشان هنا دور الدولة مهم جدا، يكون وسيط جيد جدا حتى لا يكون هناك استغلال من قبل شركات مياه الشرب على سبيل المثال في بيع المياه بالنسبة للمواطنين. هروح مع حضرتك لمنشط آخر معانا خاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، بتقول جولة إعادة الشيوخ للمصريين بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر، ولأبناء مصر المقيمين في الداخل 8 و9 سبتمبر للمقيمين في الداخل. رؤية حضرتك أو حضرتك تابعت إزاي انتخابات مجلس الشيوخ؟ أولا كان كما نعلم كان هناك مجلس شورى، وكانت هناك رؤية لدى كثير من المواطنين إلغاء هذا المجلس نظرا للدور السلبي اللي كان بيقوم به، اللي ما كانش مقنع المواطنين بدوره الفعال بشكل كبير. لكن لنتذكر قبل ثورة 23 يوليو 1952 كان عندنا ما يسمى بمجلس الشيوخ، وبالإضافة إلى التجارب البرلمانية العالمية لابد أن يكون هناك غرفتين للبرلمان، غرفتين مجلس شيوخ ومجلس نواب. وعلى سبيل المثال كتجربة قدامنا الولايات المتحدة الأمريكية، بلا شك وجود مجلس الشيوخ هنا بيخفف الضغط على مجلس النواب في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين. قد يكلف مجلس الشورى باختصاص الموافقة على قوانين معينة أو اتفاقيات معينة مثل الاتفاقيات الدولية، وبالتالي نخفف الضغط من البرلمان، بالإضافة إلى المشورة التي تقدم للبرلمان من خلال دراسة المشاريع القوانين المقدمة، وبالتالي لا يأخذ البرلمان وقتا طويلا، لأن إذا كان هناك فيه تعديل في مشروع قانون معين وإعداده بشكل جيد وإعادته للحكومة مرة تانية وتنقيحه بشكل جيد ونقدمه للبرلمان من خلال مجلس الشيوخ، نقدمه للبرلمان جاهزا للمناقشة، وبالتالي هنا يبقى فيه نوع من الإسراع في
إصدار التشريعات حتى لا تأخذ وقت طويل في المناقشة أو الإقرار. بلا شك من الأهمية بما كان فعلا وجود مجلس الشيوخ، وحتى نكون في مع مصاف الدول الديمقراطية العريقة الأخرى أن يكون للبرلمان غرفتين، غرفة مجلس النواب وغرفة لمجلس الشيوخ. طبعا أجريت الجولة الأولى من الانتخابات بالنسبة لمجلس الشيوخ وانتهت، ونعم نسبة الحضور لم تكن كبيرة. ليه؟ لأن ما زالت لسه الثقافة المجتمعية للذهاب إلى صناديق الانتخابات، وخاصة في مجلس كان يرى كثير من المواطنين يعني دوره مش مؤثر في الحياة البرلمانية وخلافه. لكن وذهاب المواطنين لصناديق الانتخاب للأسف لا يكون بنسبة عالية على مستوى العالم كله، لأن يعني المشاركة السياسية هنا لسه لم تنمو لدى كثير من الناس. لكن أدام احنا بدأنا إن شاء الله في الجولة الأخرى بقى القادمة، في الدورة القادمة، عندما يرى المواطن دور فاعل لمجلس الشورى ومناقشات جيدة وتأثير إيجابي في الحياة السياسية، بلا شك سيذهب المواطن لاختيار أفضل العناصر التي تمثله في هذا المجلس. احنا دلوقتي هنخش في الجولة الثانية من انتخابات الإعادة، هنبدأ يوم 6 و7 بالنسبة للمصريين في الخارج، ويوم 8 و9 إن شاء الله في جولة الإعادة في الداخل. وبعد إعلان النتائج تكتمل الصورة تماما، ثم يصدر قرار بتعيين 100 عضو آخر في مجلس الشورى ليكتمل أعضاء المجلس ب 300 عضو ويساهم في الحياة البرلمانية بشكل جيد. نعم. طيب خلينا نروح مع حضرتك لمانشيت آخر معنا من جريدة اليوم السابع. الحكومة بتعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر، إعفاء المنشآت بالمجالات السياحية والفندقية من الضريبة على العقارات المبنية لمدة 9 أشهر، واعتبار مشروع سوق الجملة الجديد بالإسكندرية من المشروعات القومية. رؤية حضرتك لهذه القرارات؟ نبدأ بالجزء الأولاني، هو الإعفاء عن عدد من المسجونين في قضايا مختلفة بمناسبة 6 أكتوبر. صحيح. بلا شك هو ده إجراء دائما تتبعه الدولة، بس مع الأفراد الملتزمين طوال فترة الحبس بالنسبة لهم، لأن دي فترة عقابية، ارتكبوا جرائم معنا بيعاقبوا عليها طبقا للأحكام القضائية التي صدرت ضدهم. إذا كان ملتزما في وشعر بالندم في ارتكابه للجريمة التي قام بها، وبالتالي عندها أصبح لديه استعداد لأن يكون مواطنا صالحا، هنا الدولة في هذه الحالة بهذه المناسبة 6 أكتوبر بتعطي نوع من نقول المكافأة له المشروطة، والله إذا التزم عندما يخرج وأصبح مواطنا صالحا أهلا وسهلا. هنا مساعدة هؤلاء أن يكونوا مواطنين صالحين ما داموا قد عادوا إلى رشدهم، وحتى فترة السجن كانوا أشبه بالمساجين المثاليين زي ما بيقولوا، لم يحدثوا أي مشكلات داخل السجن. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الجزء الآخر بالنسبة لسوق الجملة في اسكندرية، فعلا من المشروعات القومية لأنه حل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للمواطنين، ومعمول بشكل حضاري متميز إلى أعلى مستوى، نتمنى أن يكون في أكثر من محافظة. أما الجزء الثالث وهو الضرائب العقارية على المنشآت السياحية والفندقية من الضريبة، بلا شك نظرا للظروف الحالية وقلة عدد السياح بسبب جائحة كورونا وقلة الموارد لأصحاب المنشآت السياحية على هذه المنشآت نظرا لقلة عدد السياح، هنا نظرت الدولة أنها تعفيهم من سداد هذه الضرائب طوال هذه المدة إلى أن تعود الحياة السياحية أو النشاط السياحي في الفنادق وفي القرى السياحية بشكل جيد، حتى يكونوا قادرين على تسديد الضريبة. هنا مساندة للدولة وتقديرا للظروف لهذه المنشآت والقائمين عليها، مساهمة منها في أن تعود بقوة لنشاطها إن شاء الله بعد أن تخف أو تنتهي جائحة كورونا إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك الصحفي الأكثر من رائع.
نورتنا، شكرا لحضرتك. شكرا، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. اشكرك. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، بس قبل ما نروح لفقرتنا الحوارية الأخيرة خلينا نستعرض مع حضراتكم مقالة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرومية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في جريدة المصري اليوم بعنوان السماء الثانية. أيام قليلات وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد السيدة العذراء الموافق 22 من أغسطس، وحين يذكر اسم السيدة العذراء وبالأخص بمصر تتدفق مشاعر التبجيل والاحترام والتكريم بقلوب المصريين جميعا لمحبتهم الغامرة التي يكنونها لها. وتبدأ قصة عيد السيدة العذراء عند الآباء الرسل تلاميذ السيد المسيح بعد نياحتها 21 من طوبة، إذ لم يكن توما الرسول يومئذ حاضرا بينهم، لكنه في عودته من الهند شاهد الملائكة حاملين جسد السيدة العذراء إلى السماء، فبعد رجوعه سأل بقية الرسل عنها فأخبروه بنياحتها، فطلب أن يروا قبرها، فلما ذهبوا لم يجدوا جسدها المبارك، فقص عليهم ما رأى، فما كان من الرسل إلا أن قدموا صوما لله، بدأ الأول من مصر من أجل أن يسمح لهم برؤية ذلك المشهد المهيب ويتباركوا من جسدها، وظلوا صائمين إلى أن حقق الله رغبتهم 16 من مصر، فبات عيدا للسيدة العذراء. وحياة السيدة العذراء لم تكن سهلا، بل امتلأت بصعاب وضيقات، ففي سن 3 تركت أسرتها لتخدم في الهيكل، وحين أكملت 12 تركته لتذهب مع الشيخ الوقور يوسف النجار الذي اختارته السماء ليعتني بها، ثم ولدت طفلها في مذود للبقر، ثم بدأت حرب هيرودس الملك على ابنها خوفا على ملكه، فهربت إلى مصر في رحلة شاقة ممتلئة بالأخطار والأتعاب. أما أشد الضيقات التي كانت سيفا يجوز في أعمقها فكانت رؤيتها ابنها الوحيد وهو يتعرض لأشد الإهانات والألمات على الصليب ويموت، بل لم تتوقف قساوة اليهود حتى بعد نياحتها، فقد حاول أحدهم التعدي على نعشها فانفصل ذراعي عن جسدي، وبصلوات الآباء الرسل عادت سليمتين بعد أن ندم الرجل بدموع. كل عام وجميعكم بخير، ونتضرع إلى الله أن يرفع عن العالم الوباء ويحفظ مصر في سلام وخير بشفاعة السيدة العذراء التي شرفت مصر وبركتها ووطأت أقدام العائلة المقدسة أرضها وعاشت فيها قرابة 3.5 سنوات السنة. دي كانت مقالة نحبر أو جزء من مقالة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرومية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في جريدة المصري اليوم. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، خليكم معنا.